مرحبا، معكم سالجي. بهذا الفيديو بدي احكي عن تكنيكات بالفايبريشن. لحتى تقدروا تعملوا هذا التكنيك انتم بحاجة لتتمرنوا على حرف الأ، بينكم تعملوها بتسلسل لحتى تطلع معكم انا بلش معي الموضوع بضحكة بالها ها ها فضلتني عم بتمرن عليها لحتى قدرت اعمل بس بعدين استبدلت الها ها والضحك اللي هو بالأ، ف عم صارت مثل نوعا ما كنت احطها بكونتكست شو، فاني انا اساسا بضحك بعدين اعمل فانه كنت مثل فيكم تقولوا هلا هذا الصوت انا ما استثمرت فيه اوكي انورد، ما ضلتني غير بعمله اوتورد، بس حطيته مع ساوند افكتس تانيين. بعطيكم امثله، في عندكم مثلا البيز، كنت اعمل مع البيز وتطلع مثل ما سمعتوا او مثلا فيك تحطوها مع تطلع فانا بشجعكم انكم تجربوا ساوند افكتس كتار، مثلا هي كلها العلاقة بال او مثلا هلا نجي على الصعب. الصعب انك تعمل انورد، يعني بدل ما تعمل بدك تعمل اذا تتمرنوا على الانورد بيز يلي شرحت عنه امبارحه بعتقد رح تصيروا تقدروا تتمكنوا من الانورد، لانه الانورد رح تصير فلما تحطوها مع الانورد ليب اصديشن هي فصير هلا انا ما بعرف ضروري ليش لازم اسكر هاي العين لحتى اقدر اعمل هذا الصوت، بس يعني المهم بالنهايه اذا فيكم تدمجوا هدول الشغلتين مع بعضكم بانكم تعملوا مثلا يعني كثير بتطلع حلوه هذا التكنيك هو للمتقدمين او خلينا نقول لاول مره للمحترفين، يعني شيء صعب صراحه، بس اذا فيكم تستثمروا وقتكم من بعد اول سنتين انكم تتعلموا هذا الشيء بعتقد لقدام فيكم تكتشفوا شغلات اكثر مني وفيكم تشرحوا عنها انتم. هذا كان كل شيء بالنسبه لهذا التكنيك، بتمنى اكون فدتكم باي شكل من الاشكال. اي سؤال عندكم اياه حطوا لي تحت بالكومنتس، بعثوا لي على الانستغرام او على الفيسبوك، واعملوا لي فولو على الانستغرام لانه كثير هونيك مركز او راح ابلش اركز وقتي. عم بعمل انستغرام ستوري اكثر من سناب شات ستوري، وشكرا كثير لمتابعتكم، بالتوفيق، سلام.